المتوكل حالته كحالة الطفل يلي عمره 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، شلون بيتمسك بأمه، بيتعلق بأمه، عنده حياته وروحه مين؟ أمه، ما بيعرف غيرها ولا بيتعلق بغيرها. لو قالوا له تعا وراح بيرد بيلتفت لأمه، بده أمه. هذا المتوكل، كون مثل الطفل، دائما التجئ إلى الله، دائما توجه إلى الله، دائما خلي ثقتك بالله. ولو كثرت المهمات، ولو كثرت المصائب، ولو كثرت البلايا، خلي ثقتك بالله. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طرفة عين، كن فكان. الله ما بده أوقات، ما بده زمان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلي ثقتك بالله واعتمادك على الله عز وجل.